لك جاب اش واقع في الجامعة؟ اش واقع ما جاتش الرئيسة وما جاوش ماشي النواب كاملين ولكن بعض المستشارين ما الغالبية الساحقة ما جاتش بالتالي ما كانش النصاب ما كانش النصاب القانوني وبالتالي تم إلغاء ديال الدورة ديال اللي كانت مخصصة اليوم دورة ديال يونيو العادية بطبيعة الحال كانت فيها مجموعة ديال النقاط الأخرى الأعمال وأهم النقطة اللي كنا حنا كنعتبروها نقطة حية هي النقطة ديال النظافة لأن كتجي بالتزامن مع القرب ديال شهر أو عيد الأضحى المبارك وكنعرفوا المشاكل اللي كتخلفها لي ديشي ودوك المخلفات ديال الذبيحة وداكشي كيمشي مع المجاري ديال المياه لأن الناس لا حول لهم ولا قوة كيضطروا أنهم داكشي يلوحوا غير في الواد الحال لأن كتعرف أنت المدينة قديمة والدروب ديالها الضيقة والمساكن ديالها اللي هي ما كاينش فيها مواصفات ديال السكن اللائق فحنا كنا بغينا نسمعوا واحد الجواب شافي على الاجراءات الاستباقيه اللي يمكن غادا تكون قبل وبعد عيد الاضحى وكنا بغينا نعرفوا المجلس فين وصل شنو هي المشاريع المستقبليه ديالو للمنطقه فهمتيني فيما يخص بزاف ديال النقاط مثلا لا في البنيه التحتيه ولا في الدور الى السقوط ولكن مع كامل الاسف انتم كتشوفوا بانه السيده الرئيسه ما كايناش السيده الرئيسه ما حضراتش ما كايناش زائد ان واحد المجموعه ديال المستشارين بما في ذلك النواب ديالها ولا الناس اللي كيشكلوا المكتب ما جاوش وبالتالي لم يتم عقد هذه الدوره هذه فدقينا ناقص الخطر ولا زلنا نذقه بخصوص ما يقع بمقاطعه سيدي بليوط فالعمل ديال المستشار فهو عمل تطوعي وعمل جا باش لخدمه الساكنه ولخدمه المنطقه بطبيعه الحال داخل الاختصاصات ديالهم ولكن حنا تنشوفوا ان يمكن طغيان المصالح الشخصيه وطغيان المصالح الذاتيه هي اللي تسود داخل مقاطعه سيدي بليوط وحنا كنعرفوا باللي انه العام اللي فات واحد 120 الف درهم كانت مخصصه للوليدات ديال المخيمات لحد الساعه لم نتلقى جوابا شافيا عليها لم نتلقى غير في اطار الحق في المعلومه كمجتمع مدني وكناس ديال المنطقه وللوليدات ديالنا كانت مخصصه لهم هذاك 12 باش يمشيو مثلا في واحد النقل اللي هو مريح فاذا بهم كيتنقلوا عبر القطار ثم كتلقى لهم دوك الحافلات اللي كانت مخصصه وزاره الشباب لهذه المساله هذه فحنا مره اخرى كندقوا ناقوس خطر ونطالب بالسلطه الوصيه في شخص السيد عامل باش انها تدخل وتحبس علينا هاد العابات وهاد الاستهتار باش العمل الجماعي يمشي الطريق ديالو الصحيح والمقاطعه تمشي على غرار مقاطعه اونفا اللي في حقيقه المجلس ديالها متناغم ومتناسق وبالتالي المنطقه حنا كنشوفوا بانه منطقه غادا مزيان فهمتيني وحنا هنيئا لهم بهذاك المجلس فاحنا حنا كنتمناو باش يكون عندنا مجلس كمجلس مقاطعه اونفا كنتمناو انا بعدا صادق ولكن كنت انا مر عندهم اغلبيه في اطار التحالف الثلاثي خصو يكون ساهل باش يديروا الثوره شوف يا اخي لم يعد هناك تحالف ملي عندما تجد بانه عضوين من نفس حزب واحد مع والاخر ضد ماذا سنستفيد؟ ملي انه كاين هناك شرخ وكاين هناك تصدع داخل الأغلبية ولا المعارض كل كاين اللي بالامس كان ضد الرئيسه اليوم راه معاها وكاين اللي كان بالامس مع الرئيسه اليوم راه ضدها راه هادشي اللي واقع هنايا اليوم ضد خلاها محمد تن غدا معاها هادشي علاقه بالمصالح الذاتيه والله ما عاد ما كاين غير المصالح الذاتيه والشخصيه ما كاين لا ساكنه والو شوف انا نزيد لك واحد النقطه باش تختم بها الاخوان والاخوات اللي ما كيجاوبوش في التليفونات ديالهم الساكنه فهذه واش وصمت عار في الجابين ديالكم الناس صوتت عليكم باش انها النهار تبغيكم تلتجئ لكم انتم ما كتجاوبوش في التليفونات ديالكم وهذه راه وصمت عار في الجابين ديالكم اتقوا الله في مقاطعه سيدي بليوط وفي مواطني مقاطعه سيدي بليوط وديروا شي حاجه اللي تذكروا بها يذكركم بها التاريخ وديروا شي حاجه لله وخليوها خالصه لله وما تسناو الجزاء ما انت شو تسناو الجزاء ما عند الله هادشي اللي كنقول لهم
اتقوا الله في مقاطعتكم وفي مواطنيكم.